هكذا التواصل مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، نتواصل وإياكم مع انطلاقاتنا المتواصلة والمستمرة شوطا يلي الآخر من انطلاقات الخير والبركة مع يومنا الثاني لهذا التمهيد الثالث الذي يقام سنويا على أرضية هذا الميدان. انطلاقات شوطنا 20 للإبكار المفاريد من مسافة 1500 متر، أسير للصدارة لكي يتابع مستجيبة مع محسن بن ذيب اليامي مع انطلاقة الصدارة. المركز الثاني اللي غيرت الأمور أرى بن حلفان مع انطلاقة العنود مع انطلاقة الصدارة راشد بن حمد بن حلفان المري. المركز الثاني مرشود بن عابد الحربي مع انطلاقة الغزي. للمركز الثالث شعار بن سفران مع انطلاقة عزامة عبد الله بن مسفر بن سفران المري. والمركز الرابع اللي وصل بن كنعان مع انطلاقة الأميرة سعد بن كنعان السبيعي على المركز الرابع. المركز الخامس اللي وصل جار الله بن سعيد بن هديبان المري، ولكن أعود للصدارة، أعود للمركز الأول لكي يتابع عنود الصيد مع انطلاقة أبو حمد راشد بن حمد بن حلفان المري. من يقدم لنا العنود والعصف الأبطان مغروسة بدون أي تعليمات حتى هذه اللحظات، ولكن اللي وصل على المركز الثاني يصل بن بنا مع انطلاقة وعد، والوعد كالرعد يا ابو هادي مع انطلاقة المركز الثاني، ولكن ابو حمد ما زال صامد مع انطلاقة العنود. راشد بن حمد بن حلفان والبن على المركز الثاني، ولكن سلام تحية واحترام لمالك العنود راشد بن حمد بن حلفان المري على فوز العنود وانتزاع ناموس هذا الشوط. المركز الثاني هادي بن سعيد بن بنا، والمركز الثالث جار الله بن سعيد بن هديبان مع انطلاقة الدرعية، والمركز الرابع وصل بن سفران مع انطلاقة عزامة عبد الله بن مسفر السفران المري، والمركز الخامس نحيله ونتركه عن